بس طريقة تعامل الناس مع القضية وإنه كله بيتحول إلى خبير يعني جنائي ويحللوا ويفسروا ويعملوا، كنت شايف القضية دي إزاي؟ هي أو المشكلة حالة التفاعل معاها إزاي؟ المشكلة عندنا في مصر بصفة عامة، احنا بنلعب ماتش كورة في 100 مليون 100 مليون مدرب فني. عندنا قضية حصلت في 100 مليون مستشار. احكام القضاء ظاهرها احنا ساعات احنا كمحامين بنتضايق منها، لان ساعات في احكام ادانه كان في ست عندها 75 سنه متهمه في قضيه سرقه. 75 سنه 75 سنه متهمه في قضيه سرقه. سرقه ايه؟ سرقه، بدون دخول في تفاصيل عشان الموضوع. ظاهر القضيه نجيب براءه من اول جلسه. ظاهر القضيه نجيب براءه من اول جلسه. اتفاجئنا بعد المرافعه انها خدت ادانه. تاني يوم فانا حاضر قدام نفس الدايره، يعني انت كنت بتترافع في القضيه دي. حد نفس الدايره. فبعد ما رفعت الجلسه تاني يوم، فلقيت الحاجب بيندهلي بيقول لي تعالى كلم سياده المستشار. فانا كنت حاضر قبلها شكل مش حلو، 75 سنه وست كبيره يعني متضايق حتى بشكل شخصي يعني. فلقيت المستشار بيقول اتحبست يعني. اتحبست. السرقه بيبقى موجوده، هي بتبقى في اتحبس. لقيت المستشار بيقول لي انت طبعا زعلان. قال لي اقسم بالله انا الست دي فضلت متردد ان انا احكم في القضيه دي لغايه ما دخلت صليت العصر. يعني ده موقف غريب حصل لي انا في شغلي، لغايه ما دخلت صليت العصر اقسم بالله بعد ما صليت العصر وانا بكتب الحكم لقيتني بكتب حكم ادانه. بس ده يعني لا شوف ظاهريا احنا خدناه ايه. ظاهريا احنا خدناه ايه، هو سبب حكمه، هو سبب حكمه. عنده وطبعا قلت له يا ريس ده 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 حكمكم وما نقدرش نتكلم فيه. سبحان الله انا شخصيا اتسيبت لي بعد كده الست دي سرقت. فاحنا عندنا احكام المحاكم، يعني العقيده اتكونت للقاضي، هي عقيدته اتكونت ان الست دي مذنبه. احنا ظاهريا بنبقى بس انت قدمت دفوع وادله والعقيده، عقيده المحكمه. المحكمه احنا بنترافع. يعني في نسبه من الاحكام بيبقى في يقين القاضي او رؤيته، كل الأحكام. او يعني ممكن انت تبقى كمحامين شايفين انه ما فيش حاجه تدينها ويصدر حكم ادانه. بص سعادتك احنا بن احنا بتبقى القضيه عندنا فيها كذا جزئيه، فاحنا بنتكلم مثلا على الاجراءات، بنتكلم على الموضوع، بنتكلم على الشكل. القضاء عندنا بالنسبه للشق الجنائي، القضاء عندنا في مبدا كده اسمه مبدا حريه القاضي في تكون عقيدته. تكوين عقيدته ليه؟ انا بتعامل مع بشر، احنا بنتكلم معاه، بنقنعه او بنحاول نوصل له ان ده ما حصلش. بنحاول نوصل، ما وارد قوي يعني، بس دي مش انا كنت بترفع فيها، لا القضيه انا كنت حاضر في الجنايات وشفت المنظر. واحده ست متهمه ايام خطف الاطفال وكلام زي كده، واحده ست متهمه انها خطفت طفل، جه الاب حضر في الجلسه ودخل قعد حكى للاب، ابو الطفله حكى للقاضي قصه طويله عريضه ان الطفل دي كانت تايهه وخارجه على الطريق، والست دي راحت نازله شافتها مالك يا بنتي في ايه، انا تايهه خدتها ووصلتها. فالناس لما شافت الطفله مع الست قالوا ايه خطفها. قصه كلنا احنا قاعدين في المنصه قاعدين في الجلسه اقتنعنا بيها، اقتنعتوا بيها كلنا. فالقاضي ساعتها حتى نهر المحامي ونهر ابوها، سوري ابوها، وقال له انت ازاي وانتوا حرام عليك، والست محبوسه بقى لها فتره، وازاي ست زي دي تحبسوها الفتره دي مش حرام وتبقوا تتاكدوا وي. جلسة الأحكام بقى القاضي بيقول الأحكام، فجاء على الرول بتاع الست دي الحاجة بقى اسمها، فراح القاضي باصص لها قال لها يا ستي، قالت له نعم يا ريس، قال لها هتخطفي أطفال تاني؟ قالت له قال لها هتخطفي أطفال تاني؟ قالت له آخر مرة يا ريس والله، قال لها 7 سنين. فكلنا عقيدتنا اتكونت، كلنا عقيدتنا اتكونت إن الست دي بريئة. هو عقيدته من جواه كانت الاصدق. كانت الاصدق. لا وهو مسالها السؤال برضه، وسالها يعني السؤال والمحامي قاعد والدنيا بقى ما فيش حد تاني. قال لها هتخطفي بنات مرة. تاني؟ قالت له يا ريس، قال لها هتخطفي بنات تاني؟ قالت له اخر مره يا ريس والله، قال لها 7 سنين. فخلاص والله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه، ربنا العدل.